مولاي، حسب أوامركم بعتنا على قونيا 5000 جندي انكشاري و3000 فارس، اترأستن أنا وانضمينا فورا لقوات الأمير سليم الجاهزة لصد الهجوم. وبعد ما وصلنا صار تعداد الجيشين متساوي تقريبا. سمو الأمير، مولانا السلطان رح يوقف معك وأمر بإني كون قائد جيشك. بإذن الله النصر رح يكون حليفنا. شفتوا؟ صف معه، وهذا بيأكد إنه مولاي السلطان تخلى عني وبشكل علني. البشوات قربوا يوصلوا يا سمو الأمير، ولما يوصلوا رح نكون أكثر منهم بكتير. مع إنه الجيشين متساويين بالعدد، بس كان واضح إنه الروح المعنوية عن جيش الأمير بيزيد أعلى بكتير. بس بعد ما وصلوا البشوات والأسياد على ساحة القتال تغيرت المعادلة وانقلبت الموازين والكفة مالت، لأنه كانوا 20,000 يا مولاتي. شو معنات هالحكي؟ أنا ما بعرف يا سمو الأمير. نحن تعرضنا لخيانة واضحة، تحالفوا مع الأمير سليم ضدنا. شو هالحكي يا فهد؟ وعدونا يحاربوا معنا وأنت بلسانك قلت هيك؟ أكيد إجاهم تحذير من العاصمة، بيكونوا خافوا على حياتهم. لا مستحيل، لو انبعت لهم تحذير كان رستم منع وصوله، أكيد في شي صاير. سمو الأمير، حكيت كتير وما صدقتني، رستم باشا خاين. لما وصلوا البشوات والأسياد على المعركة صار تعداد جيوش سمو الأمير سليم 50,000 مقاتل، وجيش الأمير بيزيد صار حوالي 30,000 وأكثر بشوية سلطانة. ومولانا كان مقرر أنه نروح نحكي مع الأمير بيزيد ونعطيه فرصة أخيرة قبل المعركة. سمو الأمير بيزيد، مولانا السلطان سليمان أصدر بحق سموكم فرمان، وأنا رح أقرأ لكم إياه. ما في داعي يا سوكولو، قول شو قرر مولانا وبس. قرر تسلم حالك فورا وترجع معي على العاصمة من دون أي شروط مسبقة، وإذا ما نفذت الأمر مولانا ما راح يكون مسؤول أبداً عن الدم اللي ممكن يسيل بهالمعركة. وإذا اعترضت وما ابتسلت لهالفرمان بيكون قتلك واجب حسب الفتوى الصادرة بحقك. اسمعني يا باشا، بهالميدان راح يسيل دم كتير، بس مو دمي، دم أميرك الجبان وكل الخوان الكلاب اللي وقفوا معه ضدي. وبإذن الله
بعد ما انتصر بهالمعركة برجع على أماسيا، وبعد ما الحق يرجع لمجراه الصحيح كلام مولانا رح يكون أوامر، وما رح ييأس من عفوه أبدا. للأسف سمو الأمير بايهزيد ما قبل ينفذ قراركم يا مولاي، والكلام يلي قاله بحق الأمير سليم صعب إني أعيده، يعني ما ترك أي مجال للتفاهم. وهيك صار تعداد جيشه ضعفنا تقريبا، وجنود يلي كانوا معنا ما عندهم خبرة بالمعارك، بينما يلي معه متمرسين ومر عليهم كتير معارك من قبل، فكانوا أفضل بالخبرة والعدد. ومع هيك سمو الأمير ما رضي يتراجع أبدا، وأصر إنه يكمل هالمعركة. يا رجال، يا جنودي الأبطال، عدونا صحيح عدده أكتر منا، بس مع هيك هدول اللي شايفينهم مرعوبين وخايفين يواجهونا. وإذا الأمير سليم كان في وراه مولانا السلطان، فأنا في وراي رجال ما بتهاب الموت أبداً، رجال بوقت الشدة بتاكل الصخر. يا أبطال، هذا يومكن، ودمي أنا ما رح يكون أغلى من دمكن، وإذا متنا رح نموت بإرادتنا، بشرفنا وكبريائنا وكرامتنا. يعيش سمو الأمير بايهزيد! 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 يا الله، يا علي يا قدير، انصرنا! وجنود الجيش الانكشاري شو عملوا؟ الجيش الانكشاري كان مع الأمير سليم، بس كان واضح إنه حيادي، ما حدا رفع سيفه يا باشا. ميسرة جيش الأمير سليم انهزمت من أول المعركة، وجنود والي كهرمان تراجعوا على قونيا. الوضع كان بيخوف يا باشا. بأول يوم يا باشا مات أكثر من 8000 جندي، والكل فكر إنه الحرب انتهت بفوز الأمير بايهزيد وجيشه. انتو مين مفكرين حالكن لحتى ما تنفذوا قرار السلطان سليمان؟ ويلي ضدكن مانن عساكر اصلا، تعرفوا شو هدول؟ سراقين، قطاعين طرق. بكره الكل بده يقاتل، وراح تخلوا عساكر الامير بايهزيد يهربوا قدامكن مثل النسوان، ولا بقطع روسكن بشرد ولادكن. لا انا بعفيكم بالحرب ولا السلطان سليمان. انقلعوا من وشي! انقلعوا! لبرا! تحذير الأمير سليم لأغوات الجيش الانكشاري جاب نتيجة واضحة يا مولاي. الأغوات خافوا من عقاب سمو الأمير سليم ومن غضب جلالتك، وهالسبب خلاهم يتشجعوا ويقاتلوا ويقلبوا الموازين.
دخول الجيش الانكشاري باليوم الثاني للمعركة كان كتير قوي، وحط سمو الأمير بيزيد بموقف صعب ما بين حسد عليه. قرر سمو الأمير بوقتها أنه يدخل ساحة القتال ليقاتل بنفسه. دخول سمو الأمير على المعركة شجع الجنود ورفع معنوياتهم، وبعد ما قدروا يفتحوا له ثغرة قرب الأمير بيزيد أكثر من دفاعات خصمه لحتى صار بمواجهة الأمير سليم. وقتها حسيت كل شيء انتهى يا سلطانة، حسيت الزمن وقف، وقلت خلص الأمير بيزيد انتصر. وبلحظة صار شيء ما كان حدا متوقع، غير قدرنا وقدر الأسرة الحاكمة وقدر كل الناس يلي عم تخدم الدولة العلية.
يلا شدوا ورجيني مهارتك. حلو كتير منيح يا بطل. انت بتنحسد على هالموهبة هي؟ بابا قال لي انه انا بشبه الامير مصطفى وقال لي انا مثله موهوب برمي السهم. شو ما صار حافظ على حياتك. جرحه خطير وعلى الأغلب مميت، وبظن نجاته من الموت معجزة. أهلا بسمو الأمير البطل. أنا ما كان بدي إياه يروح بنوب، كنت خايفة عليه وقلت لساته صغير، وهلأ عم بشكر ربي إنه راح معك. يا وش الخير يا حبيبي مراد، من اليوم ورايح بيزيد صار لازم تنسوا اسمه، لأنه يا أما رح يعيش بصعوبة يا أما بده يموت. إن شاء الله رح يتعافى ورح يصير أحسن، ورح نعاقب الأمير سليم على كل شيء سوا فيه.
مولاتي، بعرف انك متضايقة ومقهورة كتير، بس اذا بتحاولي تهدي صدقيني بيكون احسن. سلطانة فرحات اغا، خبر مولانا اني بدي اشوفه. سلطانة، واضح انك عرفتي باللي صار. انت كيف لسه لك عين تحكي معي؟ اه؟ الامير بيزيد خسر بسبب خيانتك لإله. انا ما خنت حدا يا سلطانة مريم، كل شي عملته اني نفذت اوامر مولانا وبس، وما كان بدي يصير يلي صار، وربي يشهد على كلامي. انا عملت كل شي لمصلحة الامير بيزيد. مليت من اكاذيبك يا رستم. منصبك كوزير اعظم كان خنجر غرسته بظهره لأخي. أنا بعرف شو عم تساوي. ما تنسي يا سلطانة أنه صلاحياتي إلى حدود كمان، ورقبتي أرق من الشعر قدام إرادة مولانا السلطان. طول الوقت كنت حابة أخلص منك يا رستم، وكنت طول بالي، بس هلأ ما عاد فيني أتحملك أكتر. عطول كان في حدا يهددني، كانوا يمنعوني، بس هلأ ما في غير أنا وياك، ورح أتخلص منك بأول فرصة. رح طلقك يا رستم. سلطانة، مولانا عم يستناكم. ادخل. مولاي. شوفي يا مريم، سمعت باللي صار. بابا، كيف بتأمر بقتل أخي بيزيد؟ أنت جربت قبل طعمة خسارة الولد؟ لو كانت أمي عايشة ما كانت سمحت بهالشي. أنت عارفانة شو عم بتقولي يا مريم؟ كيف بتدافع عن أخوكي اللي تجرأ وتمرد علي؟ بعتذر مولاي، سامحني إذا تجاوزت حدودي، بس الفترة الأخيرة كانت تقيلة وصعبة. إذا تجاوزت حدودي فهالشي بيكون من كتر حزني وألمي يا مولاي. مولاي، طلبي الوحيد إنه تسامح أخي بيزيد. إذا ما في شي تاني امشي. في، أنا بدي طلق رستم. وبيزيد هو السبب؟ إذا أنت حاقدي على رستم مشان بيزيد فغلطك كبير. أكبر عدو لأخوك هو أنانيته، خالف أوامري وتمرد وما رد على حدا. بكل وقاحة جمع الأهالي وعمل عصيان. هالعصيان ما كان ضدكم يا مولاي، كان ضد الأمير سليم. بس أي حدا بيتعدى على سليم رح أقتله لو مين ما كان. وأخوك بيزيد تحول لقاطع طريق ونسي حاله مين بيكون، ويلي بيغلط بده يتحمل النتيجة وبده يدفع الثمن. بابا، أما بخصوص جوزك يا مريم فهو وزير الأعظم وبينفذ أوامري أنا. بعدين ما تنسي، ما بيقدر يحرك ساكن إذا أنا ما أمرته، وما بقبل تطلقي مشان واحد عاق مثل أخوكي. يلا اطلعي لبرا. Thank you.
أخيراً يا سمو الأمير، صار بحق لنا نفرح. بتقدر تشرب وتاكل وتحتفل وتنبسط قد ما بدك. هذا كله من حق المنتصر. أنت هلأ المفروض تشوف حالك. بس هذا مو نصري يا نوربانو، نصر مولانا. لولا أوامره ما كان حدا من الجيش الإنكشاري أو الباشاوات دعمني. وليش مولانا دعمك؟ لو ما كان بحبك وبفضلك على أخوك ما كان وقف جنبك. سلطان سليمان اختارك إلك وبده إياك تعيش، لهيك وقف معك ضد الأمير بايزيد. الأمير بايزيد صابه السهم بجهة القلب وما منعرف إذا كان رح يموت. إذا ما مات رح يجيب لنا وجع راس. بايزيد أسد وانجرح، وما في أخطر من الأسد إذا كان جريح. لا رح يموت، لأنه جرحه خطير كتير. مع هيك معك حق، لازم نحسب هذا الاحتمال. وفي حال شفي وطلب عفو مولانا، السلطانة مريم رح تساعده، وهذا الشيء من المفروض ما يصير. لا تشغلي بالك، ما رح يقدر يوصل له سطر واحد من دون علمي. بس دير بالك منيح يا سمو الأمير، لأنه جرحك لساته جديد. عم أشكر ربي كل يوم إنه حملنا إياك وما حرمنا منك. لقمان، بعت خبر للفهد خليه يجي. بأمرك يا سمو الأمير. أنا بعرف شو اللي عم يدور براسك، بس لسه بكير يا بايزيد. شلون بدك تتحرك وتقاتل وأنت بهذا الوضع؟ أنا ما عندي وقت ضيعه يا ديما، لأنه هنن رح يهاجمونا أكيد. لولا وجود هالدرع كنا خسرناك يا سمو الأمير، لأنه السهم إجا بمكان قريب من القلب. هذا هدية من السلطانة، لولا دعاها وهالدرع كنت اليوم ميت. مثل ما قلت لك يا مولاتي، مولانا السلطان مستحيل يسمح لك بالطلاق بهيك ظروف، لهيك بترجاكي تنسي هالموضوع لحتى ما تضايقي حالك. شو رح يساوي يا سنبل؟ ولا مولانا السلطان رح يأمر بقتلي كمان؟ لأمتى رح نضل متوترين هيك؟ شو في لسه أكتر؟ باشا، إذا مو اليوم بكرة يا رستم رح أتخلص منك بأقرب فرصة. انتبه للمسافة يلي بيناتنا واحفظها منيح وخليك متذكرها دايما. من هاللحظة مستحيل تقرب علي. قلتي لي ما بدك أقرب عليكي ولا ألمسك، ما هيك؟ ليش مين قالك إنه بدي إياكي أو حتى بفكر فيكي؟ أنت ما بقي لك شي جوات قلبي. شو نسيتي؟ من وقت قصتك مع هداك الحكيم حبك دفنته تحت سابع أرض. وأنا ما رح استسلم أبداً، مع إنه ما ضل حدا إلا وقف بوشي. كلهم تحالفوا ضدي بس من شان مصلحتهم، ونسيوا الحق، نسيوا العدالة، وباعوا ضميرهم للشيطان بأرخص الأثمان. المهم إنه ما خسرناك، مع إنه نجاتك كانت معجزة. معجزتي هي أنت يا فهد، المعجزة اللي شالت السهم من قلبي،
مع إنه وجعه كان بروحي، وقبل ما ألفظ آخر أنفاسي جيت وأنقذتني. أنا مديون إلك لحتى موت. حاشا يا سمو الأمير، أنا بشكر ربي إني عم برفع سيفي لدافع عن الفرسان المظلومين اللي مثل حضرتكن، وبفتخر بوجودي معكن. طمني، شو وضع الجنود؟ انسحبنا ب10,000 جندي يا سمو الأمير. الخسارة مؤلمة بس تعويضها مو صعب. بلش بتجميع الجيش، لازم نكون جاهزين بسرعة، لأنه الأمير سليم ما رح يفوت الفرصة ليجي وياخد روحي هالمرة. الله لا يقدر هالشي. انت من شو متضايق يا فهد؟ بس ما تكون هالخسارة هي هزت معنوياتك. طول ما عم نتنفس وإيدينا قدران تشيل سيوفنا ما رح نستسلم. هالحرب ما انتهت لنقول انه خسرناها. انا اللي مضايقني هو رستم باشا. انا ما عم بقدر انسى خيانته. اسمح لي روح اقطع راسه لهالخاين. الله اعلم لسه بشو بده يضرنا. سمو الامير، مستحيل انسى اللي عمله معي رستم، وراح انتقم منه عن قريب، بس اكيد مو هلا. حانتقم منه شر انتقام. باشا، عفوا، بس سنان اغا بعت لك كل التصاميم تبع الجامع. بعرف انك مشغول وما عندك وقت، بس قلت ضروري تشوف الرسومات مشان يباشر بالبناء. هات لشوف شو مشتغل. حضرة الوزير الأعظم، من أجل بناء جامع يليق بحضرتكم عملت ليلا ونهارا، وحرصت قبل البدء على ترسيخ الهيبة والجمال فيه، حيث ستكون القبة المركزية قائمة على 4 أعمدة تمكننا من رفعها بشكل جيد، وسيكون داخلها بالكامل مغطى بالخزف. إن شاء الله يعجبكم ذلك. المهندس المعماري سنان آغا. عود يا محمود واكتب لي الرد. خود ورقة وقلم. المعمرجي المحترم سنان آغا، لقد أعجبني هذا التصميم الذي رسمت، لكنه ليس كافيا. أريده أن يكون أكبر والهيبة في ملامحه أوضح، فهذا الجامع الجليل سوف يكون علامة مميزة جدا على المنصب الذي شغلته منذ أكثر من 15 عاما. ولا تتردد بشأن التكاليف أبدا، والذي يهمني بعد سنين طويلة أن يرى الكل ويتذكر اسم ومقام الوزير رستم باشا، فحين يرون هذا الجامع يفهمون قوتي ومقدرتي. وبعت له 5,000 قطعة ذهب يا محمود آغا، ونبه عليه يستعجل شوي. أمرك يا باشا. سمو الأمير، أنا ماني حابب أزعجكم، بس في شيء أنا حابب أقوله. شو في قول؟ رستم باشا مزبوط خانك يا سمو الأمير، بس لسه في حدا قوي بيقدر يساعدك. السلطانة مريم يلي ما بتتخلى عنك شو ما صار، ومولانا بيسمع كلامها وممكن تأثر عليه، فليش ما بتحكي معها؟ لما إجت السلطانة لعنا من فترة كان واضح قديش بتحبك وبتخاف عليك يا سمو الأمير، وأكيد هي فيها تساعدك. حب وإخلاص السلطانة مريم لإلي معروف، بس تأثيرها على قرار مولانا السلطان محدود كتير للأسف. ومع هيك ممكن تلاقي حل لهالخلاف يا سمو الأمير، وما تنسى
قديش السلطانة مريم بتشبه المرحومة والدتك بحبها وحنيتها عليكم، بلكي بتقدر تأثر هالمرة على قراره. وقفتك ضده بهالشكل رح تنهيك، ولسه الأمل موجود، لا تيأس. طيب ابعت له رسالة خليه يعرف شو في بقلبك وشو نواياك. سمو الأمير، جلالة السلطان المعظم، الحياة تدفع الإنسان أحياناً إلى أماكن لا يتوقعها، ومن المؤلم حقاً أنه ودون رغبة مني أجبرت على قتال أقرب الناس إلي، أخي الذي هو من لحمي ودمي. الوقوف في وجه هذه الحرب الظالمة كان كاعتراض نهر جارف ومتدفق. لقد حرص الأمير سليم على إغلاق كل الدروب المؤدية للصلح، ومع ذلك وقفت أنت إلى جانبه وأرسلت كامل الدعم له، وظلمت من كان يطمع بعدلك. وإذا لم أمت في معركة قونيا فذلك لأن الله قد حماني واستجاب لدعوات المرحومة والدتي السلطانة هيام. مولاي المعظم وأبي الغالي، اعلم أنني لم أتمرد عليك يوما ولا أنوي ذلك، فاحترامي وإخلاصي وولائي لشخصكم سيظل أبدياً، أرجو أن لا تشك للحظة بذلك. أنا حربي مع الأمير سليم فقط الذي طعنني غدراً ولمرات عديدة. كل الاحترام الأمير بايزيد. جهز الجيش للمعركة الأخيرة يا محمد باشا، والأمير سليم رح يكون ناطرك لحتى تحاصروا الأمير بايزيد وتجيبوا لي إياه، وكل القادة اللي حول أماسيا رح يكونوا معكم. السمع والطاعة لجلالة السلطان سليمان. أنت بعت خبر لكل الولاة تبع المدن الحدودية خليهن ينتبهوا، ما بدي بايزيد يطلع برات الحدود تبعي ولا متر، وما بدي مخلوق يساعده، واللي بيفكر بهالشي رح أقطع رأسه بإيدي. وبتبعت خبر لحاكم القرم كمان، نبه عليه ما يستقبله عنده. بأمركن يا مولاي. بايزيد صار لازم يدفع ثمن الخيانة تبعه، ما رح يهرب مني هالمرة، ميت أو عايش بدي اياكن تجيبوه. ادخل. سمو الأمير، هالرسالة وصلت من شوي من مولانا السلطان.
شو عم يقول فيها؟ سوكولو باشا تحرك مع الجيش وبده جهز حالي كمان لحتى التقي معه ونحاصر الأمير بايزيد ونقبض عليه وين ما كان. واضح إنه مولانا مو مطمن، لأنه الأمير اللي بيتمرد على السلطة ممكن يعمل أي شيء، وممكن كتير يفكر يروح لعند أعدائنا ويتحالف معهم. مزبوط، طالما الأمير بايزيد عم يتنفس ما حد رح يكون مرتاح، صار لازم نحل هالمشكلة. وإجا وقت الضربة الأخيرة يا مصطفى، بلش بالتحضيرات بسرعة. أمر سموك. سمو الأمير، أنا قلقانة كتير من روحتك هالمرة يا سمو الأمير. بيجوز يكونوا ناصبين لك فخ، بركي تحالف مع حكام الولايات وأقنعهم يغدروا فيك. بيكون من الأحسن إذا ما بتستعجل بالروحة. الخوف ما رح يفيدنا بشينو وربانو. أنا اللي بديت وأنا اللي رح أختم هالحرب. وبعدين شو بدي أقول لمولانا إذا ما طلعت؟ مو معقول خالف أوامره هلأ. حتى لو وقف مع الأمير بايزيد بشوات وحكام ولايات ما بهم، المهم هلأ أنه النصر صار قريب كتير، وكله بفضل تنفيذي حرفياً لكل أوامر وتعليمات مولانا السلطان. شو رأيك هلأ؟ مو قلت لك إني تعافيت يا فهد؟ جسمك قوي وأكيد بيتحمل، الحمد لله، وإن شاء الله بتصير أحسن. مو الجرح اللي عم يوجعني يا فهد، الوجع الكبير كان فرمان مولانا، وما بعرف إذا هالجرح رح يطيب. سمو الأمير، سمو الأمير، سمو الأمير، صار لك شيء؟ لا أنا منيح يا بطل، لا تشغل بالك. سمو الأمير، سمو الأمير سليم انطلق هلأ هو وجيشه، رح يلتقي مع محمد سوكولو وقواته وبعدين رح يهجموا علينا. اللي شو رأيك يا فهد؟ الأفضل نبعد من هون وبسرعة، وضعنا هلأ ما بيسمح بالمواجهة. وانت يا حسين شو رأيك؟ وأنا مع الفهد، لازم ننسحب فورا على مكان آمن. حنتحرك بكرة الصبح قبل طلوع الفجر، منروح على توكات، وإذا استجد شي مننتقل لمنطقة تانية. جهزوا الأمور. أمرك سمو الأمير. سمو الأمير، السلطانة بعتك لهون لحتى تراقبني بالأول، بعدين صرت من أكتر الناس اللي بوثق فيهم، يمكن من حسن حظي. أنا يلي محظوظ يا سمو الأمير، شرف كبير لألي كون بخدمة أمير نبيل وفارس شجاع مثل حضرتك. سمو الأمير أنا بفديك بروحي. عال، جهزت أمور السفر؟ كل شي تمام، وجاهزين لنطلع قبل طلوع الضو يا سمو الأمير. بدي منك شي واحد يا لقمان، انت رح تبقى بالقصر، ما رح تسافر معي. طيب ليش يا سمو الأمير؟ المرحومة السلطانة هيام أمنتني ما أتركك ولا لحظة، مستحيل. مو مستحيل يا لقمان، مو مستحيل. رح تبقى بالقصر لتدير بالك على ابني الأمير محمد وأم ولادي ديما خانو. أنا ما بيرتاح بالي إلا إذا كنت أنت معهم. لو شو ما صار لا تتخلى عنهم ابدا. دعوات السلطانة المرحومة ودرع رح يحموك، ودعوات أولادك وكل مين بيحبك، وكمان دعواتي أنا، كلنا عم ندعي لك ومتأملين ترجع وأنت منتصر.
الأمراء الصغار أورهان وعثمان وعبد الله ومحمود رح يجوا معي، وأنت بتضلي مع البنات ومع الأمير محمد لحتى نرجع. أولادك رح يكونوا بخير، روح وأنت مطمن يا حبيبي. ما بدي إياك تقلق عليهم، خلي كل تركيزك وفكرك على عدوك. بيزيد قدامك رحلة طويلة ويمكن خطيرة، بس أنا متأكدة رح ترجع لي بخير رغم كل الظروف. اطمن ولا تحمل هم. أيا ديمة الغالية، يا كنزي الدفين، قبلتك علاج لكل الجروح. يا سلطانتي المنيرة كالقمر، يا شمسي الوهاجة، أنت فرحتي ومهجة الروح. الصدر يئن تحت وطأة نبض القلب العاشق، والجسم ينحل حين يلتمس رائحة الفراق. آه من طعنة هذا الخنجر الذي لم يقتل، آه من دماء لم تسل لتشعل القلب من جديد. يا دنياي الظالمة، ألا تشفقين لحالي؟ سهام الغدر تكاثرت ودروعي ليست من حديد. أحتمي تحت ظل شفتيك وأذرو خوفي على شعرك الحرير، فنموت ونحيا ولا نمل المسير. أيا دنياي، تلقيت السهام في ظهري وأبقيت على صدري للحبيب، فسهم العاشق لا يخطئ القلب ولا يقتله إلا ليحييه. Thank you.
عائشة. حبيبة قلبي وروحي، أنا لازم أمشي. يلا ارجعي لعند أخواتك. بعثت خبر لوالي أرض الروم إياس باشا يا سمو الأمير، وقال جاهز يستقبلنا بأي وقت. ونحن فينا نعتمد عليه يا فهد؟ لأنه بهالأيام كترانين الخونة. سموك أنا شخصياً بضمن لك يا، حاربت أنا وياه وبعرفه منيح. كان مقاتل شجاع ومقدام، عادل وما بيحب الظلم. أنا كمان كنت بعرفه منيح لأخي سليم يا فهد، ومع هيك هو غدر فيني وخاني. شوف قرارات مولانا السلطان لوين وصلتنا، وإذا إياس باشا غير بكلامه أنا ساعتها ما رح كون مستغرب أبداً. هذا الحل الوحيد يا سمو الأمير، وإذا هاجمونا وقطعوا الطريق علينا نتحاصر من كل الجهات، وسموك بتعرف النتيجة. طبعاً وقتها ما فينا غير نقاتل لحتى نموت.
القدر احيانا بيكون قاسي كتير يا فرحات اغا. حاسه الموت صار ضيف دايم تحت قبة هالقصر. مولاي مولاي اتركوني. اسمح لي مولاي. فرحت أغا روح جيب رئيس الحكمة. مولاي ليش ما قلت انك مريض ووضعك سيء لهالدرجة؟ سنان أغا عن جد مع مرجي فنان، هاي راح تكون قلعة مجامعة. رستم باشا، سنان أغا ناطر قرار نهائي من حضرتك. خليه يبني هون، بيهمني الموقع يا محمود أغا، خليه بنص السوق. الأهالي لازم كل يوم يشوفوا هاي القلعة. في شي أخبار عن الأمير بيزيد؟ بعد ما ترك ولاية عيونة شافته قريب من توكات آخر مرة، ومثل ما بتعرف توكات قلعة قوية، بزمانه تيمورلنك صعبت عليه. الأولاد ضل منهم الأمير الصغير وبقية الأمراء كلهم هربوا مع الأمير بيزيد. نهاية الأمير بيزيد صارت قريبة، حتى لو تأخرت مولانا رح ينهي، إذا مو اليوم فبكرة، مستحيل يعفي عنه. بتتذكر كيف كانت نهاية الأمير مصطفى قبل سنوات؟ مع أنه الأمير مصطفى وقتها ما كان معلن التمرد. ما فينا نجزم يا باشا، سلطانة مريم بجوز تغير الموقف، والأمير بيزيد لساته قوي وبنخاف منه، والفهد وحسين بصفه كمان. الأمير بيزيد لما حط إيده بإيد قاتل أخي طعني بخنجر وخلاني أكتم وجعي. بدي الفهد عايش، خبر سوكولو بهذا الشي، رح أقطع راسه بإيدي. تحت أمركم يا باشا. كيف وضعه هلأ؟ للأسف مو منيح، مرض النقرس اللي انصاب فيه من قبل رجع له مرة تاني، كله من الهم والحسرة اللي مخبية بقلبه. حتى لو ما حكى، شغلة الأمير بيزيد كتير مأثرة فيه وما عم يتحملها. إذا كان مولانا السلطان مزعوج ومتضايق كرمال أخي، يعني لسه في أمل يا ألفت خانم، يعني ممكن كتير إنه يسامحه ويعفي عنه. في شخص واحد بيقدر يريح قلب مولانا ويأثر على كل قراراته، هو أنت يا سلطانة. ما تيأسي وحاولي تخليه يغير موقفه، لو شو ما صار ما لازم يقتل ابنه، وإذا صار هالذنب كلنا رح نحمله هالمرة. سلامتك مولاي. السلطانة مريم برا وبدها تشوفكن، خافت كتير عليكن لما خبروها بيلي صار. خليها تفوت. بابا مريم، انشغل بالي لما عرفت انك تعبان. لا تشغلي بالك، قبل بمرة شفيت منه وراح اشفى هالمرة ان شاء الله. انا تعلمت دروس من الماضي، اذا كانت روح الانسان مجروحة
فجسده أكيد رح يتأثر بالجروح. بابا، بجوز سبب رجوع المرض مرة تانية. هي القرارات اللي عم تتخذها بصفتك حاكم واللي ما عم تقدر تتقبلها كونك أب. أنا حابة اليوم إنه ناكل مع بعض، شو رأيك؟ إياس باشا، سمو الأمير وصل مع موكبه. دستور حضرة سمو الأمير بايزيد. احترامي سمو الأمير. أهلا وسهلا سوكولو، أنا كتير بنبسط لما أشوف وزير عظيم مثلك اختار يوقف بصفي. هذا من لطفكم يا سمو الأمير، شرف كبير لوزير مثلي يخدم أمير شجاع وطموح مثلكم، ولائي مطلق لسموكم. شو الوضع بالعاصمة احكيلي؟ مولانا داعم سموكم بكل قوته، وأمرنا نحاصر الأمير بايزيد ونجيبه حي أو ميت بدون أي تهاون أو تأخير. بهالحالة وصلنا لنهاية القصة. سمو الأمير باشا، الأمير بايزيد طلع من أماسيا، وفهمنا أنه قرر يلتجئ لأرض الروم هو والقوات يلي معه، وغالبا متأمل مساعدة من إياس باشا. هاي هي مشكلة بايزيد ونقطة ضعفه، بيثق بكل اللي حواليه. إياس باشا رح يخبيه عنده ونحن رح نروح نستلمه منه. أمر سموك. شكراً يا إياس باشا، بظن إنه أنت عندك خبر بكل اللي صار معنا. سمو الأمير، هاد الفرمان الشريف تبع مولانا السلطان سليمان، وبعته لكل الولايات الحدودية. ليكن بمعلوم والي أرض الروم أن ابني بايزيد قام بالعصيان والتمرد واستعان بالمرتزقة على والده وأخيه، وأصدرت فتوى بقتله واعتقاله أينما وجد، وعدم مساعدته على الفرار خارج حدود دولتنا. دمه مهدور واعتقاله واجب ليمثل أمامي حياً أو ميتاً، وكل من يساعدنا في إلقاء القبض عليه سيستحق مكافأة ومنصباً رفيعاً. أما من لا ينفذ هذا الأمر ولا يطبق هذا الفرمان، وكل من يقدم العون لهذا الأمير المتمرد يعتبر حاملاً لكل التهم الموجهة إليه وسيعدم على الفور. اللهم إني قد بلغت، لذا فقد أعذر من أنذر. موسيقى
سمو الأمير بيزيد. عيوني كانت شاهدة على مؤامرة قتل أمير بريء قبل سنوات، وما بدي شوف هالشي من جديد. رح أعمل كل شي بقدر عليه حتى مولانا يعفي عن سموك. كل أرواحنا فداك وفدا لكل حدا بريء ومظلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجعل فيه الشفاء بجاه نبينا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفي يا سلطانة، المرحومة السلطانة لما كانت تشرب من هذا المشروب كانت ترتاح. سمعت انه رستم باشا عم يبعث صناديق ذهب لسنان آغا مشان الجامع يا مولاتي، هيك فهمت. والله الباشا عم يدفع ومو سائل عن المصاريف بنوب. وسمعت انه وصى على افخم انواع الرخام والخزف. والله هالمشروع رح يكلفه سروة بحالة صدقيني. عن اي ذنب عم بيكفر؟ شو بده يكفر لحتى يكفر يا سنبل؟ اي والله ذنوبه ما في شي بيكفر عنا، حتى لو تحمم بمية زمزم. الانسان ما فيه يبرر ذنوبه، انا بعرف هالشي. ومع هالشي يا سنبل آغا، الذنوب يلي ارتكبتها والأغلاط يلي عملتها كانت كرمال وصل بيزيد للعرش. بالأول لوتت إيدي بدم المرحوم أخي مصطفى، ومن بعده المرحوم جهانجير. صدقني كل هالدم والدموع ما رح يروحوا على الفاضي، مستحيل. ادخل سلطانة. مولانا السلطان كأنه وضعه تحسن، هلأ هو نايم والحكمة كتير متفائلين. سلطانة خليكي مثل المرحومة والدتك، ولا تبعدي عن مولانا السلطان، ولازم تعرفي إنه مستقبل سمو الأمير بيزيد هلأ صار بين إيديك. إياس باشا، وصل موكب سمو الأمير. سمو الأمير سليم وصل. سمو الأمير. بدون مقدمات يا باشا، اللي وين الأمير بيزيد وسلمني يا فورا. لا تكون بلعت لسانك، عمل لك الأمير بيزيد وينه هلأ؟ نحن ضيعنا أسره بعد ما التجأ لولايتك، ومستحيل يغيب عن عيوننا من دون مساعدتك. لا تضيع وقتي واللي وينه. إن شاء الله يكون صار بمكان آمن وما عليه خطر هو وولاده. بعتت رسالة لمولانا يسامحه ويعفي عنه. شو بتقصد؟ لازم تمشوا فورا سموك. جيوشهم تحركت وما بدهم وقت طويل ليوصلوا. وين بدي روح يا اياس باشا؟ شو بسلم حالي للفرس يعني؟ هيك رح يجبروني اني روح وسلم حالي لعدوي؟ لشو كل هالظلم؟ الايام السوداء رح تخلص سمو الامير. بس ما تنسى الفارس الذكي بيعرف امتى بينسحب من المعركه. تاكد سموك إنه كل شي بملكه من ذهب وسلاح، ومعهم 2000 جندي مجهزين تحت أمرك.
انت بتعرف انه الشيء اللي عم تعمله عاقبته وخيمة. بحمد ربي وبشكره انه لسه في بهالدنيا رجال عندهم شهامة مثلك. يا غبي يا غبي، انت بتعرف شو ممكن اساوي فيك؟ سموه الامير بيزيد ولو كان جريح فهو بطل، بطل بس اضطر يعيش حياته بين الجبناء، وان شاء الله رح يظهر الحق ورح يعفي عنه مولانا السلطان. سمو الأمير، قلنا زمان عم نمشي، أنا أبداً ماني مزعوج، بس إخواتي الصغار تعبوا. نحن وين بدنا نروح؟ ناطر مني اشرح لك أرهان؟ رجع لعند إخواتك فوراً. قلعة كارس هي وجهتنا، الأمير معصب شوي، بتمنى ما تزعل منه. سمو الأمير، قربنا نوصل من حدود الفرس وما حدا بيعرف وين على المزبوط. بتخلص حدودنا وبتبدأ حدودهم. أورهان، مين هدول؟ الفرس. الكل يحمي الأمير. سمو الأمير بيزيد، أنا مروان مراسل جلالة الشاه طهماز ملك الفرس، ما رح نأذيكم، كون مطمئن. أهلا وسهلا فيكم ببلاد الفرس سمو الأمير. ملكنا طهماز بعتني لحتى أنقذ لكم حياتكم. أنا ما عندي نية أدخل أرض الشاه، وجهتنا قلعة كارس، وإذا تجاوزنا الحدود منتراجع فورا. نحن منعرف كل اللي صار معكم يا سمو الأمير، وبرأينا قلعة كارس مو آمنة عليك، وحسب استخباراتنا في جيش من 10,000 مقاتل رايحين على القلعة. ملكنا حابب يستضيفك وبيوعدك يقدم لك الحماية الكاملة. نيتنا واضحة، وملكنا رغبته الوحيدة تقبل دعوتنا وتزور قصره الخاص.
حضرة الشاه طهماز، سمو الأمير بيازيد الشجاع، أهلا وسهلا فيك بقصري. شكرا لكم، ممنون كتير لأنك استضفتني أنا وولادي بقصرك. سمعت أنك أكتر حدا بيشبه السلطان سليمان خان، وهالشي واضح تماما. فعلا واضح، لأنه التمرد عليه بده قوة وشجاعة. أنا مستحيل اتمرد على السلطان سليمان ولا بفكر، وهالشي أصلا مو ممكن. بالحقيقة مستحيل تلاقي بهالكون هاد واحد بيقدر يهزم السلطان سليمان المعظم. وبحب قلك إنه أنا حربي مع الأمير سليم وبس. رح يكون عنا وقت كافي للحكي برواق. طريقكم كان طويل والسفر بيهد الحيل، فيكن تروحوا ترتاحوا بقصركن الخاص. ابن الأمير بيازيد بيلتجئ لعدو اللدود الشاه طهماز؟ معقول هالحكي؟ معك حق يا مولاي، شي ما بيتصدق. طهماز استقبل الأمير بيازيد بكل ود واحترام ومحبة، رشوله الذهب لما دخل، وسمعت انه استضافه مع الأمراء الصغار بقصر خاص فيه. وبهالحالة بيكون طهماز عم يخطط لشي غريب هالقدر. أخوه لطهماز القاسم ميرزا التجأ لدولتنا قبل كم سنة، وهلأ صار الأمير بيزيد للأسف بين إيديه. طهماز ما رح يفوت هالفرصة. رستم باشا إله زمان جوا؟ أي صار له شوية يا مولاتي. ما بنصحك تدخلي لعنده هلأ، لأنه مولانا كتير منفعل وأي كلمة ممكن تخليه عصب أكتر. ما أنا سهلة عليه، ابنه التجأ لعند ألد أعدائه. الأمير بيزيد بالنسبة لمولانا هلأ واحد ميت. لا يا رستم، لا لا، لسه الأمل موجود. يا مريم لا تحلمي، إذا بدك تشوفي الحقيقة بعيونك فوتي وجربي. شو يلي مضايقك هيك يا سمو الأمير؟ ليكون الأكل معاجبك وضيافتي مؤد المقام؟ لا أبداً، أنت ما قصرت. حضرة الشاه، استقبالك لإلي وهالترحيب والكرم بيشرفوني كتير، بس بصراحة حابب أعرف شو عملت لحتى أستاهله. تتذكر القصة تبع أخي المرحوم القاسم ميرزا، ما هيك؟ أنا بتذكر كيف استقبلتوه باسطنبول وأكرمتوه بوقتها، وهذا ولا شيء أصلاً قدام كرم ضيافتكن. أنت كمان أيدته مثل والدك وقت تمرد علي، ما هيك؟ وهلأ إجت الفرصة لحتى تنتقم منه. شوف يا سمو الأمير،
بتمنى يكون واضح يلي رح أقوله. لما القائد بده ياخد قرار، فالانتقام والانفعال ورد الفعل ما بيفكر فيهن أبداً، والشي الوحيد يلي بيفكر فيه وقتها هو مصالح الدولة. بس أنا لهلأ ما عرفت شو اللي رح تستفيده من وجودي عندك يا حضرة الشاه. فهمت منك إنه معركتك مع أخوك الأمير سليم وبس، وأنا مصدق يلي قلته، بس هالشي ما بيفرق مع أبوك كتير، لأنه أصدر فرمان بقتلك، وأنت لهذا السبب موجود هلأ بقصري. ولا أنا غلطان؟ ها؟ مولاي السلطان لما يعرف الحقيقة رح يعفو عني ويسامحني على كل شي صار. طيب تعال نرجع للماضي. السلطان جيم وعظمته التجأ للبابا، البابا ألكسندر المتسامح عفى عنه شي؟ لا، سمح له يرجع كمان؟ لا، لأنه قال بورجيا باعوه بكم ألف قطعة ذهبية، وهيك بعد ما انقتل انتسى نهائيا. شوف يا سمو الأمير، يلي قدامك ما أنه حاكم عادي. أنا بيرجع نسلي للملوك الصفويين، بس أنا حاكم عادل. اعتبرني بصفك، وبهالمكان فيك تكون بمأمن منهم. ومثل ما السلطان سليمان ما رضي يسلمني أخي المتمرد القاسم ميرزا، أنا ما رح سلمك إله كمان. ما فيك تشبه تمرد أخوك عليك ليحصل على العرش بحربي مع أخي بنوب، لأنه تمردي ما كان تمرد على حاكم. ولما تخلص حربي رح أشكرك وأرجع لبلدي بسلام. فكر بالموضوع، السلطان سليمان كبر كتير هلأ، أما أنت ولي عهد قوي ولساتك بأول عمرك، وعندك قبول بين العساكر والرعية أكتر من سليم. وإذا تحالفت أنا وياك السلطان سليمان ما رح يصمد بوشنا. حضرة الشاه، اتجاهل كل اللي قلته واعتبر انك ما حكيت هالكلام، واعتبر اني ما سمعته اصلا. بعد اذنك انا تعبان وبدي نام. واثق إنه الرسالة اللي بعتها لمولانا رح توصله؟ أكيد يا سمو الأمير، بعتها مع واحد موثوق. سمو الأمير، رح نبقى كتير هون؟ أوران، أولادي الأبطال، كل واحد فيكن يا حبيباتي قطعة من قلبي، من شانكن مستعد أحرق الكون باللي فيه. إيه
رح نبقى هون لفترة. معلش بدنا نتحمل هالوضع شوي، وبس تهدى الأحوال والحق يرجع لأصحابه إن شاء الله رح نرجع على وطننا اللي منحبه، ومنوصل بعد هالمعاناة للعرش. سمو الأمير، المكان اللي أنت موجود فيه هو الوطن، وطول ما أنت بخير فنحن مبسوطين. ادخل. مولاتي أعطيني البشارة يا سلطانة، هلأ وصل هالمكتوب من سمو الأمير بايزيد. حكيت مع المرسال وسألته عن الأمراء وأوضاعهم، وفهمت منه أنه سمو الأمير بايزيد بعت رسائل كتير لمولانا السلطان، بس مولانا للأسف ما بعت له ولا جواب، أو بيجوز الرسائل ما وصلت للسلطان. مشان هيك الأمير بايزيد وصل مرسال وقال له سلم هالرسالة باليد للسلطانة مريم. كنت عارفانة إنه بايزيد ما رح يسكت يا سنبول، ممكن هالرسالة تحل كل شيء وتحنن قلب مولانا. إن شاء الله. يا سلطان العالم وسلطان القلب يا أبي. يا سلطان الكون وسلطان الضمير والعدل يا أبي. أتفرط بابنك الذي لم يخنك يوما يا أبي؟ أنا مظلوم وبريء ولا أدعي بأنني نبي. يا ولدي البعيد الذي ما فتئ يعصي أباه، يا ولدي الضال الذي لأمري لم يعر انتباه، لست أبا يفرط بابنه إلا إذا عاداه. اطلب التوبة ولا تقل إني بريء يا أبتاه. كأن بي جنون يدفعني للبقاء على سفح الجبال، هجرني أهلي لقلة النخوة في رؤوس الرجال، أذرف الدمع سائلا قدري عن هذه الحال. لا تظلم يا سيد الكون، فمعصيتي لك أمر محال. من يضع اللوم على الغير ليس إلا رجلا شكاء، بعد أن يلفظ القوس سهمه لا ينفع البكاء. إن كنت مظلوما وأجبرك القدر على الفراق، اطلب التوبة ولا تقل إني بريء وظلمتني السماء. من منك أدرى بحالي أيها السلطان الكريم؟ أنسيت ابناً فقد إخوة وأماً كحال اليتيم؟ لقد جافاه الحظ ليتهم بعصيان الأب الحكيم. لا تظلم يا سيدي فأنا بريء ويشهد ربي العظيم. لا تقل حظي وإنما يداي وما جنت من ثمن عديم، ولا تقل لهما أفٍ، فمن يقل هو الابن اليتيم، وما في القلوب لا يدري به سوى الرب العليم. لا تقل أنا بريء واطلب التوبة، فأبوك رجل رحيم. إن كان صوتي يعجز عن العلو في حضرتك، فكيف ليدي أن تحمل سيفاً من وراء ظهرك؟ اغفر ذنب بايزيد فهو يطلب رحمتك. أنا بريء أزيدها قولاً على رجواي تبلغ مسامعك. أحتاج لصوتك أن يدنو من مسامعي. سيفك ما رأيت، لكني أيقنت أنه ليس معي. أغفر لك إن عدت إلى طريق الطاعة والوعي. لا تقل إني بريء، اطلب التوبة فيجف مدمعي.
سلطانة. الوقت عم يمر وأنا لساتني بعيد عن هدفي يا فهد. وبهذا المكان الغريب عايش قدري لوحدي. لا تيأس من الفرج يا سمو الأمير، أكيد رح يجي يوم ونرجع. ما بعرف إذا أنا رح أرجع، بس أنت فيك تروح يا فهد. ما فهمت شو بتقصد سموك. بعرف أنك متشوق لتنتقم من الخاين اللي اسمه رستم، وأنا كنت وعدك إذا فزت بهالحرب رح أعطيك راسه وتاخد روحه بإيدك، لكن شكله هالعرش ما رح أوصل له أبدا. فيك تروح على العاصمة وتاخد روحه لهالكلب. ما بقدر أترك سموك لحالك أنت والأمراء. في جروح صعب نشفى منها، والخيانة جرح كتير كبير يا فهد. ناره بتضلها شاعلة وأنت ناطر الوقت المناسب لتطفيها، وهلأ إجتك الفرصة وما بقى فيك تعمل أي شي من شاني هون. خود بيتار مصطفى وبيتار ابني محمد وبيتاري أنا، المفروض يموت هالخاين. لا تقلق يا سلطانة، سمو الأمير بيزيد بخير والأمراء الصغار مناح، ووصاني إن قلك السلام والاحترام. حضرتك منيحة؟ كيف بدي يكون منيحة وأخي وأميري موجود هلأ بين إيدين الفرس يا فهد؟ أنا لساتني مو مصدقة بنوم. معقول أخي يقدر يرجع من هنيك؟ رح أرجع عانقه مرة تانية؟ هالشي متعلق فينا يا سلطانة. بعثت له أكتر من مكتوب بس هو ما رد على ولا واحد منه. محتمل رجال الأمير سليم قطعوا عليهم الطريق. الأمور عم بتسوق يا فهد، ما توثقوا بطهماز نهائياً. الحل الوحيد إنه بيزيد يروح مكان آمن. نحن عملنا كل اللي منقدر عليه، بس للأسف الطرق كلها تسكرت بوشنا، وما كان قدامنا خيار غير أرض الفرس. النار حاصرتنا من كل الجهات، فيا أما منقتل حالنا مثل العقرب يا أما منقتل عدونا. أنت كيف قدرت تجي؟ وشو جابك؟ وليش تركت سمو الأمير؟ أنا جيت لهون بأمر من سمو الأمير لنفذ بإيدي العدالة بالناس الخونة اللي وصلونا لهي النهاية. رستم باشا، يا بتاخدي روحي هلأ يا سلطانة، يا بتساعديني لحتى أخذ روحه لرستم. أبوكن السلطان عم يقاتل الأعداء بمكان بعيد، وأكيد رح يهزمهم ويرجع، وبعد ما يرجع لنا ما رح نفترق أبدا. دايما بتقول هيك وما بنشوفه. أنت من سنتين بتقولي هيك. بابا له وقت طويل غايب عنا، هو إمتى حيرجع؟ بعتذر منك سلطانة، بس السلطانة مريم بعتت لك رسالة. إن شاء الله تكون السلطانة بعد أخبار منيحة يا رب، ويكون مولانا السلطان عفى عن سمو الأمير إن شاء الله. خير، شو اللي مكتوب فيها؟ قال مولانا عم يساوم الشاه طهماز على حياة الأمير بيزيد، وهلأ في مفاوضات بيناته. هادي اللي كنت حاسب حسابه. لقمان أغا، سمو الأمير بيزيد لازم يعرف بقصة المساومة. مستحيل نبعد أي خبر على بلاد الفرس، كل حدا عم نبعد وعم يرجع فورا، ما في طريق إلا ومراقبينه. لازم الأمير يدرى أنه في خطر على حياته، ضروري يلاقي طريقة ليهرب بأسرع وقت ممكن. وبما أنه ما عم نقدر نبعد أي رسول،
أنا يلي بدي روح هالمرة. أنت شو عم تقولي يا سلطانة ديما؟ بس ما تكوني عم تمزحي. شو حال يعني؟ ما شاء الله عليكي، كل ما كبرتي عم تصيري حلوة أكتر وأكتر. إن شاء الله أيامك بتكون كلياتها مثلك. عثمان يا حبيبي. شو هالطير هذا يا بابا؟ شكله غريب وحلو كتير. جاب لي اياه بحار من بلاد الهند، قال اسمه ببغاء. حبيت جبلك اياه هديه. فكرته بالاول حمامه. يلا عدو نتعشى. لهلا مستغرب شلون سمحت لي امك اجي شوفكن واتعشى معكن. امي كتير حنونه وقلبها مو قاسي مثل ما انا مفكر يا بابا، وأكيد هي بتهمها سعادة أولادها، وإلي فترة عم إلا أنه تخلينا نجتمع نحن وياك. خير إن شاء الله. يلا بسم الله ادخل. سلطانة، رستم باشا اجا وعم يتعشى مع الاولاد. اكثر من مره حاولت اخلص منه، بس دائما كان يهرب وينفض مني باعجوبه. بس هالمره لازم ننجح. المهم نخطط وننفذ صح. إذا كنت عم تفكر تسممه انسى، لأنه كل الأكل يلي بفوت لعند الباشا بيفحصوه بالأول. أنا جندي يا مولاتي، ولما فكر أني انتقم بيهمني واجه خصمي وشوف عيونه وأنا عم باخد روحه. صار وقت النوم، يلا كل واحد على غرفته. سمعت انك مرضت، ان شاء الله ما يكون وضعك خطير. اللي فترة عم اشتكي من معدتي، وعم حس بضيقة بصدري وعم اتنفس بصعوبة، بس هلأ على الأدوية اللي وصفوا لي اياها صرت أحسن وأموري بخير. رستم، في شوية مواضيع لازم نحكي فيها. بشوفك بغرفتك ومنحكي. خدي الولاد وروحوا على قصر العرش، بدي اياهم يضلوا بالحرم لك اليوم. خير شو في سلطانة؟ بعدين بقلك. سلطانة،
كنت مفكر ما عاد بدك يانا نكون مع بعضنا مثل قبل. فيني أعرف شو يلي تغير اليوم؟ حبيت ذكرك بأول مرة شفتك يا رستم. كنت مسؤول عن الخيول بالحظيرة وكنت تعتني بحصاني وقتها. وبعدين بفضل المرحومة أمي أنت بلشت تطلع السلم درجة درجة لحتى صرت وزير الدولة الأعظم. هاد الحكي شو معناته؟ معناه إنه هذا صعود سريع بالنسبة لراعي خنازير. أنا صنعت قدري بإيدي وأنت بتعرفي هذا الشيء يا مريم. حتى إني لو كنت مثل ما عم تقولي كنت يمكن لساتني لهلأ وأنا عم أرعب خيولكن. بس مانك حابة تفهمي إني ما وصلت لهذا المنصب بالصدفة. بتعبي وعرقي وذكائي أخذت يلي ما حدا أخده قبلي وصرت أقوى وزير أعظم مر على الدولة العثمانية كلها من لما صار فيها هيك منصب. فإذا جاي تسمي لي بدني اسمحي لي امشي. ادخل. عفوا سلطانة، ابنكن عثمان شكله تعبان شوي وللأسف مو قدران ينام أبدا. عم يبكي وعم يقول بده والدته هي اللي تنيمه. بنيمه وبرجع لك ومنكمل موضوعنا. اليوم يلي شنقت فيه الأمير مصطفى، بس أنا ما بيروح من بالي.
رستم! أنا وعدتك إنه ما خليك تموت موتة ربك. وين إجا اليوم يلي وعدتك فيه إني رح أنتقم منك؟ حياة سمو الأمير مصطفى أغلى من حياتك يا ندل. سنبل، نطفوا المكان منيح، حطوا الجثث بكياس ورموها بالبحر. أما الفهد فدفنوه حسب الأصول، وبدي إياكم تعملوا له قبر مخصوص. حاضر، أنا بأمرك يا سلطانة. أما رستم باشا، مات بنومه، مثل ما بتعرف إله فترة متضايق من وجع معدته وصدره، ورح نخبر الكل إنه هذا سبب موته، فهمت؟ هي أكيد فهمت طبعاً يا مولاتي، بس مشان محمود زال شو رح نعمل فيه؟ رح أقطع له راسه إذا بيفتح تمه بكلمة. أهي أمرك يا مولاتي.
الله يرحمك يا رستم. ادخل جلالة الشاه. اجتنا رسالة من اسطنبول. رستم باشا باعت رد على العرض اللي قدمتوه. ملك بلاد الفرس جلالة الشاه طهماز، رسالتك وصلت وتقدمنا بها إلى جلالة السلطان سليمان للتشاور، فقد أردت لأجل تسليمنا سمو الأمير مفتاح بغداد ومليون ومئتي ألف قطعة ذهبية. قبلنا إعطاءكم الذهب، لكن بغداد لا مجال حتى للمساومة عليها، وعوضا عنها تكرم مولانا مقابل تسليمنا سمو الأمير بأن يمنحكم كامل المبلغ وقلعة كارس. لكن مولانا السلطان لديه شرط وحيد، أن تسلمنا الأمير بيازيد حي يرزق، ولجنة التفاوض في طريقها الآن إلى دياركم، وفي حال لم تقبلوا بشروطنا لن نكون مسؤولين عن الدم الذي سيراق فيما بعد. الوزير الأعظم رستم باشا. ادخل. سمو الأمير، في أخبار جديدة. هل أخبار من الفهد؟ يا حراس. بيزيد. ديمة. بيزيد. الأمير محمد والسلطانات وينهم هلأ؟ تركتهم بأماسيا، ما كنت ضمنانة شو رح يصير معنا على الطريق، ومشان هيك ما حبيت غامر. طيب أنت ليش اجيتي؟ السلطانة مريم بعتت لنا هالرسالة، حاولت تبعتها لهون بس واضح إنه ما وصلت لعندكم. شو القصة أحكوا؟ للأسف مكتوب إنه السلطان عم يفاوض الشاه طهماز على تسليمك مقابل أراضي وأموال. جلالة الشاه طهماز العظيم، أنا والي مدينة فان مصطفى باشا، وبأمر من سمو الأمير سليم اجيت لعند جلالتك ومعي سلام واحترام سموه. السلام وصل يا مصطفى بيك. تفضل اللي شو بده الأمير سليم؟ بده من جلالتك تسلمنا الأمير المتمرد بيزيد بالشروط يلي بتريح جلالتك. السلطان سليمان باعت لجنة بقيادة حسين باشا ليفاوضني على تسليم الأمير، وإذا رضيت سلم الأمير بيزيد حي ساعتها السلطان رح ينفذ كل الطلبات اللي بطلبها منه. بالتأكيد جلالة السلطان قلبه عطوف وكريم كتير، لكن سمو الأمير سليم جلالتك بموضوع المقايضة بالذات ما بيقل عن مولانا بالكرم، وبالمقابل
رح تحصل على كل شي بتطلبه، وبهالحالة بتكون جلالتك أسست لصداقة قوية وحلف كبير وطويل مع السلطان العثماني الجديد وحكومته. Thank you.